الخيانة لا تغتفر، تلك هي القاعدة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء تلفزيوني منذ سنوات، تحديداً عام 2018، فهو يتسامح في كل شيء إلا الخيانة. وفي منتصف العام الحالي قال سيد الكرملين إن بلاده تلقت طعنة في الظهر عقب ساعات من انقلاب قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين. فهل تلقى طباخ بوتين جزاءه؟ خبر عاجل بث على محطات الإعلام الروسية الرسمية، ولكنه حمل في طياته العديد من التساؤلات. بريغوجين لقي مصرعه، فماذا حدث؟ رحلة جوية على متن طائرة خاصة مملوكة لقائد فاغنر، ولكن الرحلة التي انطلقت من العاصمة موسكو إلى سان بطرسبرغ لن تكون اعتيادية لبريغوجين. ففي منطقة تفير على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الروسية تحطمت الطائرة وعلى متنها 10 ركاب، من بينهم طباخ بوتين صاحب التمرد الذي هدد نظام سيد الكرملين في أواخر يونيو الماضي. الأوساط الروسية تؤكدت بدأ التحقيقات، ولكن برزت في الواجهة أصابع الاتهام إلى مسيرات كييف، وأوضحت جهات التحقيقات أن تحطم الطائرة قد يكون ناتجاً عن هجوم أوكراني، بينما دوائر صنع القرار أشارت إلى أن الغرب يحاول التسويق لفكرة تورط الكرملين في الحادثة لتشويه صورة بوتين، بخلاف إثارة الخلاف بين روسيا وحليفاتها بيلاروسيا التي كانت ضامناً لإنهاء تمرد بريغوجين في صفقة وصفت بالخروج الآمن لقائد المجموعة. أما المعسكر الآخر أوكرانيا وحلفاؤها فكان لهم اتهام آخر، فقال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك إن بوتين كان ينتظر اللحظة للتخلص من بريغوجين.